السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي، مرحبا بكم في موسم الثالث رمضان في الحومة. وفي رمضان كنعيشوا أجواء جميلة مع الأحباب قبل الأذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحومة، خواتيني بني مكات الله يرحم يمك. ممكنش تجي بني مكات وما تدوش عند ايوب، احسن ايوب في العالم. ايوب واش مبروك؟ مبروك سعيد، مبارك. كيف سينا؟ مزيان؟ مزيان باخي. بداية رمضان موفقة الحمد لله. الحمد لله كلش مشكل الحمد لله. شني عندك؟ شني كتبيع ايوب؟ كنبيع انا بريوز ديال الجداد، عن قلطه ديال الجبال، عن برسله ديال الجداد، عن خبز كبده. المهم كلشي كتسمي الجداد مزيان، كتسمي كلشي مزيان مزيان. صافي دابا نقولوا للناس بني مكادا يجيو يتسخروا من عند ايوب. المهم انا كيشكروا. المهم كنتمنى محبيين عزيزنا عليا. المهم الناس خصهم تابونوا في القناه ديالي كيبغيو شي. ما بارطاجيو. شكرا، تبارك الله عليك. محمد تبارك الله عليك، وعاشر مبروك. مبروك اخي، مبروك. محمد كيف ماشي مع العواشر؟ العواشر بخير الحمد لله، حنا في امان الله وحفظه. كاين شي اقبال على اللتي؟ وشويش بارك الله ما كتقطعش. محمد دابا نسينا ولد بني مكان. انايا بورو هنايا باهر الدراري قدامين الاولانيين كنعرف. ساقسيني في السبعين وانا معك. شلون ساقسك على بني مكادا؟ كيفاش كانوا وكيفاش رجعت دا؟ كيفاش كانت كيفاش ولات؟ ماشي نقول لك عملوا الشجار. كانوا قبل ما كانوا لا شجار لا والو هنايا. قبل كانت الدواره مدوره بشجار. بومبيه وحده شاعله. فصوص الصيف وكذا كنعرفها غير في ارض الدوله ببرارك. كيتقطع هذاك الكرموس وكذا كنشوف هذيك الخضوريه كامله قدامي هنايا. هذه بني مكادا الحر. يعني كانت بالحلاوه ديالها. حلاوه. كنهاودو فين على الفاسي عندنا كامبو تماك، فين دابا مدرسة، عندي التصاور عندي كلشي كنلعبو. تما كتلعبو في الكامبو على الفاسي؟ تما كندخل التصاور ديالنا كنضربو السباسة كنضربو كلشي تما. كدا الله عمرها سلعة كوزنا اخاي ما شفتها. شنو عتقو الساكنة بني مكادا في هاد العواشر هادي؟ كدا الله يهديهم، فهمتيني البشر العوا صغار الله يهديهم. ايوا سمعو العواشر مبروكة. وعلينا وعليكم. تبارك الله. يا تبارك الله عليك. خاو ديالي تبارك الله. الله يحفظك خاو. كيفاش عامله الاجواء بني مكان؟ سنقول لك اجواء بالنسبه بني مكان هذا كاين الرواج، كاين كل شيء مزيان. يعني الاجواء رمضان مزيان. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله ما كاين لا مشاكل لا صداع. لا بنادم بالنسبه لنا هنا حنا هانيين في هذا السيكتور هنايا، وكاين بعد السيكتور اخر راك عارف. يعني الحمد لله الاقبال كاين. الحمد لله الاقبال كاين، الرواج كل شيء موجود الحمد لله. بنادم خصو يحمد ربي. سينا هنايا شني كسمع؟ كنبيع كاين الكمر كاين الخبز كاين كلشي موجود. شوف عندك حتى بيتزا كلشي كاين. والاثمنه واش مناسبه ولا؟ اش غنقول لك بالنسبه للاثمنه الحمد لله كاين كل حاجه والثمن ديالها. والاجواء بما كذا كما كيشوف الجامع الاجواء بخير مزيان الحمد لله. الناس بايعه شاريه الحمد لله مزيان. الناس الصايمه مزيان الحمد لله. الرواج موجود. هاد الموطه اللي حنايا فيها باش معروف بالخبز كنشوف هنا كيسبعوا الخبز. شنو كيسبع هنايا؟ كاين الخبز كاين بريوز كاين ملاح كاين بويوس كاين خبز مقلى كيعطوا يعني اي حاجه حاجه مزيونه نقيه الحمد لله في الساعه الحمد لله. خي جواد واش مبروكه؟ لينا وليك اخو ديالي هذا ساعه من الشهوة. اسمع عندي ما نسالك شنو عندك شنو عندك تما؟ تما الخو ديالي جداد مسرساب وهادي ما فيهش. واش عندك جد معمر؟ ومعمر بكبده وكفته. جواد تبارك الله عليك شاهيسي قرقع. مرحبا بكم. الله يرحم والديك. كتعامل الاجواء في رمضان؟ الخدمه رمضان على قد شويش بالحق الحمد لله. كل الاخر عاد كتزيد شويه على الخدمه البرا. بدايه رمضان شنو كيجيبوا بزاف؟ بويو سايداو والطويجنات. اي ولد بني مكادا خلق وترى فيه. وشحال في العمر ديالك يكون دا؟
63 هيدا 63 يعني من الاول دبني مكاد بني مكاد كيفاش كانت شحال هادو دابا كيفاش رجع دابا رجعت حسن دابا عمارات وهادي حق الحركه الاولانيه ماشي بحال دابا دابا كلشي عمل فرارا في الدار شراو فرارا في الدار وهادي ونسينا دابا تكوني في هاد الفران هذا يعني قديم بزاف دوش بزاف ماشي غير هنا يعني تقريبا طنجة دوش ندينا ان شاء الله بني مكاد نديب الحراري ما خليش موتة وما كتشهاش في رمضان دابا وقفت معاك لا لا مولفين واخا تجيب اللي جبت تبارك الله انا وقفت هنا جاني تجع خاي احمد تبارك الله عليك وشني عتقولوا المغاربه اللي كيتفرجوا فينا على حساب العواشر تبارك لهم العواش ايوا ندعي معاهم بالصبر ويدوزوها مزيانه وما يتقلقوش مع معلم ديال الفران وهذه ها الحلوه حرقتيها هذه خصها شويه الصبر سلام عليكم وعليكم السلام كدوز رمضان ديالك بخير اخاي ابراهيم والله الام الحمد لله الحمد لله خلا كما كنشوفك كتضحك صبر الله يا خاي شنو غتقول المغاربه اللي كيتفرجوا فيك قول واش مبروكه وكل شيء يجوز بالصبر ان شاء الله الله يرحم والديك صار الله فراس ودي لي تبارك الله بارك الله فيك واش مبروك لينا وعليك كاين شي اقبال على الشباكيه كاين شي حاجه والسلام دابا انت عارف القضيه الناسه والسلعه غلات كاين الاقبال على الشباكيه شويه وصافي قولوا صاحبي بقى كيعد الشباكيه في الدار الناس كيرجعوا كيشريوا اي حيت كاين حيت عاوتاني انت جيتي تشريها اجبر المصروف ديالك صار من هذيك اللي تشريها تقول اللهم ندي انا كيلو ب 35 درهم ولا اولا نخصك فيها واش مبروك علينا وعليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه رمضان مبارك تبارك الله السلام عليكم صحه الله السي ابراهيم خو عشر مبروكه انت عواش مبروكه خويا وعشر مبروكه لجميع الطاقم ديالك اللي كيتبعوك ومهم جميع المغاربه والمسلمين الله يرحم والديك اش نقول لك الاسمنه التسمر هذا العام هذا واش كاينه شي غلا كاينه شي رخا بالنسبه للتسمر ما كاينش غلا هذا العام كاين بالعكس كان غلا في الاول ولكن ملي كثرت السلعه الثمن يعني الثمن مناسب الثمن مناسب اصلا كاين رخا فهمتي اصلا التمر ولا طاح بزاف طاح السوق ديالو طاح بزاف خصوصا التمر ديال الجزائر تمام مزيون وتمام مزيان حيت فيه شويه قديم شويه فهمتي انا ديما بني مكاده في هذا الموط ديما في هذا الموط الحمد لله الناس بني مكاده يجيو يديو التسمر من هنا ايوا كذا الحمد لله انا عندي صفحه في فيسبوك وكنبغي ندير البلوكات ان شاء الله وبغيت نقدم واحد الشكر اللي هو كيخرج من العروق ديال القلب السكان ديال بني مكاده والسكان ديال طنجه كاملين يعني جبرتي احسن الناس احسن معامله يا احسن معامله كما قلتي حيت انايا سافرت بزاف ولكن جيت هنا للشمال الحمد لله الناس طيبين ولد المدينه انت اش من نواحي ديال تازه انا من تاهله بالضبط من تاهله بالضبط كما قلت لك الناس ديال طنجه الله يعمر لهم الدار كنشكرهم كبير وصغير ومهم كيجيو تقضاو عليا واحد الحاجه اللي كندي من عندهم هما الدعوات يلا رحم والديك الخاو الناس كبار وخصوصا العيالات والرجال كيجيو تقضاو وهضره طيبه وكنبقاو يدعاو معايا حتى كنبقى نقول الحمد لله على هذه النعمه هذه اللي عطاني ربي والله يعاونك ونتمنى ان شاء الله نجبرك شي نهار احد المساهل ان شاء الله اخويا مرحبا بك وشني غتقول المغاربه اللي كيتفرجوا فينا على حساب كنقول لهم اخويا المهم لي عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد للجميع المغاربه وباش كتمناو كاملين وبغيت نقول انا خصني نحفز الشباب خصهم يخدموا على راسهم يتحداو الوضعيه اللي راهم فيها وانا الحمد لله جاي من قنت لهنايا ومتبعني مرض يعني عندي مرض مزمن ديال السكر الله يشافيك امين والحمد لله واخا كنتقاتل مع الوقت ومقاتل مع الزمان الانسان هو اللي يعني كتجيبها حلالا طيب الحمد لله وتبارك الله عليك وشكرا سي ابراهيم تحياتي سلام جينا بني مكاده غندخلوا لعند عالي السلام عليكم السلام عليكم كيف سينا مزيان سينا اخي ابراهيم بخير مبروك الله يبارك فيك الله كيف ماشي الاجواء درامات وشويه الحمد لله حنا كنوجدوا اخي ابراهيم هنايا ونطلبوا الله التيسير كنعرفوا دابا في رمضان كلشي كيشري جلاله بقنادر هذا العام بدات شويه الحركه بارده شويه ولكن ان شاء الله مع مده يكون خير ان شاء الله يعني دابا نسمو في الاواخر عاد كيكون وقيله بيع وشرب في 15 يوم فوق كيكون الامور مزيانه الأسمينة دابا الأسمينة تغيرت هاد العام هذا اش غنقول لكم واخا غيروا حنا باقي الثمن ديالنا باقي هو هذا وخا دينا غلا كنبيعوا بالرخا يعني الثمن مناسب كليا الثمن مناسب مخير شنو يبان لك والناس شنو كيديو بزاف هاد العام
اش نقول لك، الناس كيديو بزاف دابا، كيديو قنادر بالكمام، كيديو نص كوم، كل واحد وشني، كل واحد وشني كيخصه، عاوتاني كيدي، كاين اللي كيدي الجلالب، كاين اللي كيدي القنادر، كل واحد شني كيدي. المهم الخير موجود، اللي كيجي ما كيفاش اي حاجه بقاش عليها نجبروا هذا اي حاجه اللي بغيتي، واللي عنده يدي واللي ما عندوش يدي 50 درهم وانت طالع. تبارك الله، هذا السلطان خي علي، الله يعاونك وعواشر مبروكه. الله يبارك فيك اخي، وكنتمناو الناس ديال طنجه كامل يجيو عندنا ونعاونو حتى مزيان، وكنباركو لهم العواشر وكنقول لهم مرحبا بكم عندنا ان شاء الله. الله يرحم والديك. ما يمشيو عند حتى شي واحد، يجيو عندي ديريكت. سلام عليكم. السلام. عواشر مبروك. واشر نوع عواشرك اخي. بس ساكنه بني مكه اش كدوز راه معنا؟ ضخم اخي ابراهيم ما شاء الله، في 10 الصباح كنوضو جو واعر، جالسين ناشطين مع راسنا، الضحك والنشاط، ما كنتغوتوا لا هذا ما كاينش يديك الدابيزه شحال هذه راه هنا يعني الحمد لله الامور مساوق راسك ميسر الحمد لله يا ربي، فهمت؟ يقول واحد وبركه ديالو، ما كاينش انا كنكره يقول لك انا كتكره، كل واحد وبركه ديالو، اجواء كدوز مزيونه وما دابا الاقبال كاين، الناس كيتسخروا ولا كيبقاو يتسخروا حتى الاواخر؟ حتى الاواخر ان شاء الله يا ربي، دابا بركه والسلام فهمتي. نرجعوا عندك في الاواخر نشوفوا الاجواء. ضروري يا اخي ابراهيم، اجواء كتكون واعره في الاواخر ديالك 10 ايام الاخرانيه 15 يوم كتكون الاجواء واعره تبارك الله. واش مبروك ساكنه طنجه، مرحبا بكم عند بيلال شوب، تحياتي لكم خويا ابراهيم، الله يحفظك الخاوه ديالي والله يجازيك، شكرا بزاف الله يرحمك. كما شفتوا هذه الاجواء د رمضان في بني مكاده، ما تنساوش تقولوا ليش من حومه بغيتو نمشيو ليله، والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.